السلام عليكم. الحرب على التعايش في اليمن بعد مرور عام من إعلان ما سمي بحرب التعبئة التي استهدفت التعايش بالدرجة الأساسية صفقة أخرى تلوح في الأفق، تسفير 19 يمني من أبناء الطائفة اليهودية، وقبلها هاجر مئات الآلاف من اليمنيين، لكن يظل الباب مفتوحا لعودتهم يوما ما. تأتي هذه الصفقة لتفتح جروح التهجير من جديد، وتحديداً بعد مرور عام على ما سمي بالتعبئة العامة والحرب على اليمنيين تحت لافتات عديدة، من بينها تلك اللافتات الإقليمية المستوردة التي اشتغلت على الترويج المسبق لحروب الدفع المسبق على ما سمي بالدواعش والتكفيريين. هل هي الحرب على التعايش إذن التي بدأت بتهجير يهودي آل سالم ومن ثم السلفيين؟ أم أنها الصفقات المرئية واللامرئية التي يراد من خلالها استدرار جهات دولية بعينها لإبرام اتفاقات وتسويات بمقابل غير محدد وغير معروف أيضا كما يقول متابعون؟ السؤال الذي يطرح نفسه: ما خطورة تهديد نسيج المجتمع اليمني القائم على التنوع كما وكيفا؟ وما هي المؤشرات التي تحملها هذه الصفقة خصوصا؟ هل نحن أمام بساط ريح مصغر كما حصل في عهد الإمام يحيى فيما عرف بحملة بساط الريح الشهيرة؟ وهل هي الحرب على التعايش التي دشنتها عربة الديناميت عندما تحركت من صعدة، والتي قامت بارتكاب أخطر جريمة عرفت بالتهجير والتفجير؟ وما علاقة كل ما سبق بعد مرور عام على إعلان التعبئة ضد اليمنيين بكل أطيافهم؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء لهذه الليلة، ولكن نبدأ بمشاهدة هذا التقرير. يحملون أمتعتهم على أبواب المطارات ويغادرون إلى غير رجعة. 19 مواطنا يمنيا ينتمون للطائفة اليهودية غادروا أراضيهم بهجرة أخيرة بعد أن غادر ذويهم من قبل. قصة تهجير متجددة تجلب معها قصصا وتاريخا من تهجير للإنسان اليمني ومآس إنسانية خلفتها مسيرة المشروع الإمامي قديمة وحديثة. هذه المرة بصفة إجلاء 19 من الأقلية اليهودية، أو كما وصفها المسؤول الإسرائيلي بالمهمة التاريخية بالتنسيق مع الخارجية الأمريكية والحوثيين. تتكرر فصول مأساة المهجرين من هجرة اليهود عام 1948 مرورا بحملات التهجير والنزوح التي شهدتها محافظتا صعدة وحجة، وتحديدا كشر ومستبى ويهود آل سلم وسلفيو دماج، وصولا إلى الحرب التي لا تزال تروي فصولها مآس من التهجير والقتل وصنوف الانتهاكات. إنها حرب لا تعرف حدود للعنف، حرب ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين. يمارس الحوثيون بالتوازي مع حروبهم التوسعية القائمة على العنف والتدمير والتنكيل بالخصوم حربا على التعايش السلمي، هي الأخرى تشنها الميليشيا دون هوادة. حرب تشكل خطرا يهدد فكرة التنوع والتعايش بالنسبة للأرض والإنسان، الأرض المتنوعة والمتعددة التضاريس، والإنسان متعدد الثقافات والمذاهب والأفكار والاتجاهات. وليس ببعيد عن ذلك الإعلان الذي افتتحت به الميليشيا حربها على اليمنيين في 21 من مارس العام الماضي. أعلنت الميليشيا التعبئة العامة لحربها ضد اليمنيين، وبدأت بقصف المعاشيق في عدن لتتسع مسيرة الديناميت والنار، ليمر عام مثقل بالبارود والأحزان اتسعت فيه المقابر والدمار والفقر والفساد، وضاقت فسحة الحياة والصبر في عيون اليمنيين. لم تنتهي الحرب بعد، فلا يزال ملف الميليشيا مفتوحا لجرائم وانتهاكات سينأ التاريخ بحملها. إذا مشاهدينا، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور معن دماج، مدرس مادة الفلسفة في جامعة صنعاء عبر سكايب من تونس. مساء الخير دكتور معن. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا دكتور معن. بداية، هذه الصفقة السرية أو الحرب كما سميت على التعايش ضمن كارثة التهجير، كيف قرأت بداية خبر تهجير أبناء الطائفة اليهودية؟ والله أنا أضع المسألة ضمن الاستراتيجية الأساسية للتحالف الرجعي الصالح الحوثي، لأن التحالف بالذات الحوثيين رغم كل شعاراتهم التي تبدو معادية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب عموما، لكنهم يتموضعون ويبنون استراتيجيتهم الحقيقية في التخاطب مع الغرب على اعتبارهم جزء من محور محاربة الإرهاب.
هذا الأمر كان واضحا منذ البداية في خطابهم وفي إعلان مثلا وجود داعش قبل أن تعلن عن نفسها، وفي محاولة تصوير حربهم بالذات على مأرب والبيضاء باعتبارها حربا ضد القاعدة وضد الإرهابيين وضد الدواعش. وبالتالي التقرب من الغرب وبالتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا قيمة إسرائيل في الواقع باعتبارها ذات نفوذ عالي جدا على الدوائر سواء المجتمع المدني أو المجتمع السياسي في الغرب، وبالتالي هذه الصفقة هي رسالة وهي تفاهم مع أصحاب القرار في العالم، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الإسرائيليين، لتقديم أنفسهم أنهم طرف يمكن التفاهم معه، وأنهم طرف في الواقع بعيد عن الشعارات في سياستهم الواقعية يستطيعون أن ينفذون ما يطلب منهم من قبل الأمريكان ومن قبل الإسرائيليين. نعم، طيب دكتور، يعني لو عدنا قليلا إلى تهجير يهود السالم، ما علاقة هذه بتلك؟ هي من حيث المبدأ طبعا كل الجماعات التي تقوم على سياستها على سياسة الهوية الدينية، على سياسة الهوية الدينية الرجعية، طبعا هنا نتحدث عن الحوثيين الذين يضيفون إلى مسألة الهوية الدينية مسألة الهوية العرقية والسلالية. كل هذه الفئات وكل هذه التيارات السياسية في الواقع لا تستطيع أن تقبل المختلف والآخر. وفي الواقع أنه حتى لو تحدثنا عن مفهوم التسامح والتعايش وحتى أن بدأ إيجابيا، لكن في حمولة سلبية، لأننا نتسامح مع الآخر لكننا نقول أنت مخطئ ونحن على حق، ولكننا سنقبل بالتعايش معك. فكرة التعايش هي في هذا الحدود، هما أقل حتى هذا المستوى على حدوده هما لا يقبلون به، وهي في الواقع سمة تميز كل تيارات الهوية سواء كانت على أساس قومي أو على أساس ديني. نعم. والمطلوب في الواقع يعني الناس يتعايشون في البلدان على أساس قانوني، على أساس فكرة المواطنة والمساواة أمام القانون، وليس على أساس هويتهم أو خلفيتهم الأهلية أو الدينية. طبعا من حيث المبدأ الجماعة الحوثية وفي الواقع حتى جماعة علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام لا يقبلون بمواطنة متساوية حتى ضد المسلمين أنفسهم اللي يشكلون الغالبية العظمى، فما بالك باليهود. نعم، طب دكتور، يعني وأنت تفتح موضوع التعايش، يعني هناك تهديد لقيمة التعايش من قبل هذه الميليشيا، وأيضا حين نتحدث عن فكرة الأصوليات وأيضا المرجعيات الدينية كما تحدثت، ما مدى تأثير هذا الشيء على هذه القيمة، قيمة التعايش؟ نحن ينبغي أن نفهم ما يحدث في اليمن في سياق تطور السياسي اليمني المعاصر. في الواقع فكرة المواطنة المتساوية، فكرة أن الناس يمنيين وأنهم متساوون، هي فكرة حديثة. نعم. وفي الواقع فكرة الوطنية اليمنية هي فكرة حديثة. كانت الدول القديمة تتأسس على هويات أهلية وعلى مراتب اجتماعية مغلقة. هذه هي فكرة الدولة السلطانية في الواقع التي كانت تنتمي للعصور الوسطى والتي استمرت معنا في الواقع حتى ثورة 26 سبتمبر. وخصوصا حتى ثورة 14 أكتوبر، لأنه في الواقع التجربة في اليمن الديمقراطي، التجربة في الجنوب، نجحت في بناء دولة مواطنة متساوية ولم يكن هناك أي تأثير للخلفية المجتمع الأهلي. بينما رغم كل إنجازات ثورة 26 سبتمبر وخصوصا بعد انقلاب 5 نوفمبر، كان هناك فشل في 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 تجسيد مواطنة متساوية لكل اليمنيين. أعود أنا إلى فكرة التعايش. في الواقع المطلوب ليس التعايش ولا التسامح، المطلوب أن يعيش الناس متساوون أمام القانون. ولذا فكرة التسامح مع الآخر هي فكرة رغم إيجابية الجزئية لكنها فكرة محدودة وفكرة فيها جوانب سلبية، لأن المطلوب ليس اعتبار الآخر مخطئ ونقبل به على علاته، لكن مطلوب سياسة قائمة على المواطنة وعلى الحرية وعلى الأخوة الإنسانية. نحن بشر ونحن أحرار ونحن متساوون، هذا الذي يبني هوية سياسية حديثة ومعاصرة. نعم، يعني اختصار الفكرة أن لابد أن يكون العيش تحت إطار القانون كما تفضلت. ولكن اسمح لنا دكتور معن أن ينضم لحوارنا هذا المساء الأستاذ بدر الصالح، الصحفي والباحث في العلوم الشرعية من الدمام. مساء الخير أستاذ بدر. مساء النور، حياكم الله جميعا وحيا ضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ بدر. يعني أين تكمن خطورات التهجير والتفجير على قيمة التعايش برأيك؟ طبعا
عمليات التهجير التي تتم للأقليات التي في اليمن تعكس عن سلوك غير قابل للتعايش ورافض لفكرة وجود آخر من حيث المبدأ. هذا الرفض وهذا السلوك يعني غريب على المجتمع اليمني، وغريب عن عاداتنا وعرافنا في اليمن، وغريب أيضا عن تعاليم الإسلام. الإسلام الذي جاء في من أول وهلة في المدينة المنورة وقبل وجود يهود داخل مجتمع المدينة، ووقع معهم وثيقة تحفظ وتكفل الحقوق لجميع الأطراف العايشين في المدينة، ولذلك سميت بالمدينة. فكان أظهر مميزات هذه المدينة هي فكرة التعايش، فكرة وجود آخر نقبله ونتسامح معه ونعيش معه ونتشارك ظروف الحياة سويا. نعم. طيب أستاذ بدر، يعني أنت تحدثت عن أن هذه الأمور دخيلة على المجتمع اليمني، برأيك هل هذا المجتمع لديه القوة الكافية لتحصينه فيما يتعلق بالمخاطر التي يتسبب بها يعني أو التي تهدد التعايش تحديدا؟ عرف على المجتمع اليمني رحابة صدره وكرمه، وحتى الأجانب الذين أو من غير اليمني الذين يزورون اليمن يلاحظون هذا الشيء بوضوح. ما أن يصلوا إلى اليمن حتى يجدون ترحيبا كبيرا ويعني استقبال كريم من هؤلاء اليمنيين. فحتى مسألة اليهود لو لاحظنا تاريخيا ما هو سر وجودهم في أكثر من محافظة، كانت العادات والأعراف تقضي بأنه إذا تعرض أحدهم لظلم اليهود يسكنون في المدينة، إذا تعرضوا لظلم معين أو عدم يعني إعطائهم حقوق كانوا يلجؤون إلى شيوخ القبائل ليحتموا بهم، فكانوا يحمونهم، ولذلك وجدنا اليهود في أكثر من قبيلة في قبائل اليمن. المجتمع اليمني قادر فعلا على مواجهة هذا الرفض أو السلوك السيء من عدم التعايش، وأثبت هذا الشيء تاريخيا من خلال وجود اليهود مثلا على موجود عندنا في اليمن من قرون من الزمن، وهم عايشين بيننا ولم يحدث لهم أي تهجير ولم يحدث لهم أي مضايقات. حصلت أيام الإمامة من عهد الإمام يحيى وما بعده نوع من القوانين المجحفة في حقهم التي كانت تميزهم تمييز سلبي في المجتمع، لكن المجتمع نفسه كان يتعايش معهم. وأتذكر أحد الزملاء في الدراسة من مناطق ريدة وخارف يقول حتى في رمضان كان اليهود يبادلوننا في نهار رمضان بعض الأكلات اليمنية التي يستحبها اليمنيون على مائدتهم في إفطار نهار رمضان. فكان يعني الكرم المتبادل والزيارة المتبادلة والهدايا المتبادلة كانت موجودة، والشعب اليمني يرفض أي فكرة للإقصاء أو التهميش أو الإلغاء، وقوانينه النافذة في البلد مواد الدستور تكفل للناس عايشا آمنا ومواطنة حقيقية ومتساوية بين كل أطراف الطيف المجتمعي داخل اليمن. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ بدر الصالح الصحفي والباحث في العلوم الشرعية، كنت معنا من الدمام. عودة إليك دكتور معن، برأيك دكتور معن ما النتائج السلبية على يعني الإعلان أو الإعلان الحرب على فكرة المواطنة والتي عانى منها اليمنيون طيلة العام الأخير تحديدا؟ والله هذه طبعا أحد يعني نتائج الثورة المضادة التي هي أحد الأسباب والروافع الأساسية للثورة المضادة، هي رفض فكرة ورفض قبول المواطن المتساوي. هذا الأمر كان في صلب التحالف الحوثي الصارخي، وهو الذي يفسر في الواقع يعني إمكانيات هذا التحالف. ما الذي جعل علي عبد الله صالح والحوثيين يقفون في صف واحد وفي جبهة واحدة بعد 6 حروب بينهم في الواقع؟ السبب الرئيسي أنه فكرة التمييز، هذه فكرة التمييز في المواطنة وفي المراتب التي أساسها طبعا فيها مستويات، لكن أساسها أن اليمنيين ليسوا متساوي، وأن هناك جهة قبلية وسلالية في مستوى معين ومناطقية وجهوية هي التي تحتكر حق الحكم وحق السلطة، وأنها تتميز بصفات أخلاقية وصفات القوة والقدرة على القتال، وبالتالي تستطيع أن تفرض إرادتها على بقية اليمنيين. هذا جوهر
جوهر الثورة المضادة، رفض نعم. أن اليمنيين متساويين وأنهم يحكمون أنفسهم، وأن تتمتع المناطق والجهات والمواطنين على تعدد مرجعياتهم الأهلية والثقافية والجهوية بنفس الحقوق، وأنهم يكونوا متساويين. هذا جوهر الموضوع. طيب دكتور، يعني وبالتالي إذا وضعنا أيضا المسألة في سياقها، ثورة 11 فبراير 2011 هي أتت وفي ضمن أهدافها الأساسية تحقيق هذه المساواة في المواطنة، لأنه الزعم أن اليمنيين كانوا يتمتعون بمواطنة واحدة كانت مجرد فكر متمني. صحيح أن التمييز هذا لم يكن يجد له أساسا قانونيا، ولم يكن صريحا، ولم يكن بهذه الغلظة والاستفزاز وهذه الطريقة التي فيها قدر كبير من البلطجة أيضا، لكنه كان موجود بشكل ضمني. لم يعد التمييز راسخ قانونيا كما كان في دولة الإمامة، لكن في الواقع ونتيجة تطورات الأحداث السياسية في اليمن بعد 62، بعد ثورة 26 سبتمبر 62 وانقلاب 5 نوفمبر، القوى التقليدية من اليمين الجمهوري حتى أولئك الذين كانوا يزعمون أنهم يمثلون الذاتية اليمنية، والذين كانوا يثرثرون كثيرا حول يعني أصالة يمنية قحطانية ضد الإمامة العدنانية، هم في الواقع الذين حافظوا على شروط بقاء مجتمع الإمامة في الشمال، وجعلوا التخلف الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن والقبائل في الشمال هو شرط عودة الإمامة. وهذا يفسر في الواقع كيف استطاعت الحركة الحوثية تعبئة هذه القطاعات الشعبية في إطار مشروعها الذي يتنافى ويتناقض مع مصالح حتى أبناء القبائل، وحتى في الواقع قطاعات واسعة جدا ارتصت خلفها، لأن شروط التخلف، شروط غياب المواطنة كانت قائمة. وبالتالي المطلوب هو بناء دولة توفر شروط الحرية وتوفر شروط الكرامة الإنسانية وتوفر شروط المساواة والاحترام والمساواة أمام القانون، وهذا لم يحصل. نعم دكتور، يعني هذا طبعا إنجاز كبير، ولكن ما زال الجزء الأكبر ينتظرنا، وهذا أحد أسباب وأحد أهداف ثورة فبراير 2011. نعم، هناك من يوصف دكتور أن الانقلاب الذي حصل كان أيضا انقلابا على المواطنة المتساوية، ما رأيك؟ طبعا هذا كان أحد الأهداف، يعني وكان أحد الدوافع الانقلاب، أنه ما أن لاحت إمكانية تحقيق مواطنة حتى جزئيا يعني في مستوى من المستويات، حتى انبعثت قوى التخلف الاجتماعي التي تعتبر أن لها امتيازات التي في الواقع لا تطالب بحقوق. الثورة المضادة لا تطالب بأي حق، ولا تطالب بأي، لا بممارسة عقدية ولا مذهبية ولا بحرية الضمير ولا بالدعوة إلى أفكار، لا على الإطلاق. هي تعتقد أن لها حقا هو امتياز يخصها لدوافع عرقية وسلالية ومذهبية وجهوية، هذا هو جوهر الموضوع. لكن الزعم أن اليمن كانت تتمتع بمواطنة متساوية وكما ينبغي وكما نتمنى، أيضا هو زعم بحاجة إلى كثير من الشرح. ما قامت به حركة 5 نوفمبر وصولا إلى نظام الفساد الأكبر مع علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام، كان في صلب تكوينه رفض فكرة المواطنة المتساوية. على هذا الأساس بقيت كثير من الأجهزة السيادية محصورة تماما في فئات بعينها. الأمر لم يتوقف عند الجيش والقوات المسلحة وقوات الأمن والقوات الخاصة التي بقت في يد مجموعات محدودة بصبغة أهلية معينة، بقى أيضا في جهاز القضاء الذي احتكرته مجموعة أسر ولم يتسرب للقضاء هواء منعشا ولا وجوها جديدة ولا أسر ولا مواطنين عاديين، إلا في الواقع بفضل دمج جهاز القضاء في اليمن الديمقراطية التي سمح لأبناء اليمنيين جميعا في الدخول، ولكن بقت هيمنة كاملة لمجموعات من أسر معينة ربما تكون 7 أو 8 أسر على كامل جهاز القضائي. هذا الأمر في القضاء، في الجيش، في السلطة الإدارية الحقيقية، وفي جهاز الأمن، الأمن القومي والأمن السياسي، وفي الأمن المركزي والأمن الخاص إلى آخر ما هنالك. هذه البنية الصلبة للدولة كانت تعكس تمييزا، وهذا ما دفع في الواقع قطاعات واسعة من أبناء الشعب في مختلف الجهات الذين مستبعدين من أن يكونوا من أصحاب الحظوة إلى الانطلاق في اتجاه العمل الخاص والعمل الحر والأعمال الشعبية والخدمية كما نعرف جميعا. طيب دكتور، يعني هذه السلوكيات التي تحدثت عنها ما أثرها على المجتمع، وهل سيستطيع التعافي منها؟
هي المسألة في الواقع تعكس أزمة، كما تعكس أزمة فشل الثورة الوطنية، لكنها أيضا تعكس أزمة الهوية في المجتمعات. وفي الواقع أحد المسائل الكبرى التي أثارتها حركة الثورة العربية منذ عام 2011 هي طرح مسألة الهوية. في الواقع الهوية الوطنية اليمنية، الفكرة الوطنية اليمنية هي فكرة حديثة، وتطورات الأحداث أثبتت أن الدولة الوطنية القطرية هي دولة معطوبة، وأن إمكانية استمرارها وقدرتها على إنجاز شروط التحديث والتصنيع والتنمية والحرية السياسية هي إمكانية محدودة، ومن دون أفق العروبة، من دون الشكل من أشكال التوحد القومي ومن أشكال التعاون العروبي والعربي، يبدو أنه إمكانية تحقيق شروط الاستقلال والتنمية شروط صعبة. وحتى على مستوى حل مشكلة الهوية، في الواقع يبدو أنه من غير بعد الأفق العربي والبعد الإسلامي في تكوين الهوية، نعم. سوف نسقط في الجهوية وفي العشائرية. نعم. طب وبالتالي نحن نريد، وربما على جدول أعمال الثورات العربية، يعني محاولة ومشروع إرادة بناء مستويين من المواطنة، مستوى المواطنة الوطنية من اليمن، العراق، الشام، وطبعا المغرب العربي، إلى الهوية، مستوى آخر من الهوية الوطنية أو الهوية القومية والعروبة. أنا نعم. أتصور أن هذا على جدول أعمال التاريخ، لأنه من الواضح أن الدولة القطرية لا تستطيع أبدا أن تحل مشاكل المواطنين العرب في أي من الأقطار، لا على مستوى إنجاز التنمية السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية، وعلى أساس حل مشكلة الهوية، لأننا سرعان ما سوف نسقط في النزعة الطائفية والجهوية والعشائرية كما هو واضح في كل مكان. نعم. طيب دكتور، يعني إذا أين يمكن الخلل بالضبط برأيك؟ هل هو فكري أم سياسي أم اجتماعي؟ هو والله أنا لا 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 أعرف إذا كان هناك خلل. في الواقع على مستوى التطور الاجتماعي في مجتمعاتنا وفي شعوبنا، وهذه مرحلة هناك شعوب تجاوزتها واستطاعت أن تبني دولة قائمة على معايير قانونية، لأن المواطنة في الأخير هي مسألة قانونية وهي ليست نعم. مسألة هوية. لكن أنا أتصور أننا يعني نحن والمجتمعات العربية، نحن في اليمن وفي بقية البلدان العربية، قد شرعنا في أن نضع أقدامنا على طريق المواطنة الصحيح، وهي طريق الثورة في الواقع. هذا النزول لمئات الآلاف وللملايين من المواطنين في كل الأقطار العربية، وصولا إلى حملة سلاح رفضا لفكرة دولة الغلبة والهيمنة وفرض الأمر الواقع، هو الذي يخلق الأمل بإمكانية الديمقراطية والحرية ودولة المواطنة. وهذا السياق نحن يعني نخوضه منذ 5 سنوات. تحررنا من كثير من الأوهام، استبدلنا بعض الأوهام بأوهام أخرى، مثل ما أسمع كثيرا في نقد النزعة الإمامية المتخلفة، في نقد الحركة الحوثية، من يستند في نقده في الواقع على أوهام أخرى أو على ادعاءات بهوية رجعية في الواقع تجاوزها المجتمع وطواها الأجل. هذا كان حديث طويل على العروق والأصول، لا علاقة له لا بالحداثة ولا بالمواطنة ولا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بالقرن الـ21. نعم. وبالتالي أنا أتصور هو ليس خلل، هذا مستوى التطور، وهذه هي مهام أمام مجتمعاتنا. يلزمنا الكثير من العمل ومن النضال، وهذا ما يقوم به الشعب اليمني في كل مكان وبشجاعة كبيرة. وبالتالي هذه مسألة مطروحة يعني للنضال وليست أمنيات، نعم. إذن ولم تتم بالتفاهم ولا بالتوافق، لن تتم إلا بالصراع، وهذا هو ما يحدث الآن. إذن نعود لنتحدث دكتور عن هذه النقاط، ولكن اسمح لنا بأخذ هذا الفاصل القصير. أنت والسادة المشاهدين، نلتقيكم بعدها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور معن. كنا نتحدث عن هذه المهام التي لابد أن تكون على عاتق الشعب ليعيد فكرة المواطنة الحقيقية، ولكن دكتور يعني هناك خلل فكري إن صح لي القول، أو مشكلة فكرية تعد خطر
حقيقي على هذه المسألة، كيف يمكن معالجتها بفكر مدني خالص يستطيع أن يعني يعيد الناس أو يعيد ترتيبهم خلف المدنية والمصالح الاجتماعية المشتركة؟ والله هذه مهمة نضالية، وقلت لك الأمر يعود ربما في تقديري إلى مستوى التطور الاجتماعي لمجتمعاتنا، وبالتالي نحن نعيش هذا المخاض منذ تقريبا نصف قرن. ما أنجز هو إنجاز كبير في الواقع، لأنه الناس قبل 50 أو 60 سنة كانوا يتعاملون مع الفروقات، مع فكرة المراتبية الاجتماعية، مع تقسيم الناس إلى مستويات يولدون بها ويعيشون فيها، كانت فكرة قارة، وربما أجدادنا كانوا يعتبرونها أمر مسلم به. هذا الأمر سقط في وعي الناس، سقط في ضمير الناس، كل الناس يحسون في أنفسهم وفي الآخرين أنهم متساويين. ومن هنا في الواقع هذه الشراسة التي أبدتها الحركة الحوثية، لأنه في الواقع أحد أسباب الهيمنة في المجتمع التقليدي اليمني كانت أن التعليم كان محتكر لفئات معينة. ما أن فتحت ثورة 26 سبتمبر الطريق أمام اليمنيين للتعليم وللدخول للجيش وللحركة الاجتماعية التي أنتجته الوظيفة العامة والجيش والتعليم والتجارة الحرة مع العالم، حتى سرعان ما سقط ذلك الزيت، تلك الادعاءات بالخصوصية وبالقدرات الذهنية وبالاحتكار الثقافة كلها سقطت، وبدأ أن كل الناس من كل الفئات يستطيعون أن يكتسبون المهارة والمعارف، ويستطيعون أن يترقون، ويستطيعون أن يديرون الشأن العام، ويتمتعون بكل الخصال الإنسانية والثقافية والفنية التي تسمح لهم أن يكونوا أندادا لسواهم هنا وفي كل مكان في العالم. ولكن هذه المسألة ينبغي أن نفهمها في إطار الصراع الاجتماعي. ما يحدث الآن في اليمن والمشروع القادم والأهداف ثورة فبراير 2011 ليست من قبل تحصيل الحاصل، وليس عليها إجماع، ولن يكون عليها إجماع في يوم من الأيام. وبالتالي ليس المطلوب في الواقع فقط إسقاط التحالف الحوثي الصالحي والقبول بأيا كان، لأنه في الواقع رفض فكرة المواطنة أو ادعاءات الحركات الرجعية القائمة على الفرز على أساس الهوية الدينية وعلى أساس الهوية الطائفية وعلى أساس الفرز العرقي أمر ليس قاصرا على الحوثيين والإصلاحيين. نحن نرى الحركات المتطرفة والإرهابية التي ترفض فكرة المواطنة والتي تريد أن تخضع الناس لفهم معين والتفسير يخصها للشريعة وتريد أن تطبقه بالقوة. ونحن نرى تلك الادعاءات البدائية الجهوية والقبلية التي كانت يعني قد انبعثت مع الحراك الثوري الذي زلزل بنية السلطة والثقافة المسيطرة والمهيمنة في البلد. وبالتالي كل ما كان سيئا ورديئا، كل يعني عفونة القرون طفت على السطح. هذا أمر قد يبدو للناس مخيفا، لكنه كان متوقع وكان ضروري أن تخرج كل أمراض المجتمع الطائفية والجهوية والقبلية والادعاءات بالامتيازات لبعض الأسر والأنساب، ليستطيع المجتمع أن يراها رؤية العين وأن يصفي حسابه معها ويقطع ويبني دولة ينضم على معنا دكتور معايير مختلفة. نعم إن سمحت لي ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ كمال القطوي الناشط الشبابي. مساء الخير أستاذ كمال. أستاذ كمال هل تسمعني؟ أستاذ كمال؟ نعم نعم أستاذ كمال، برأيك ما هي الآثار الكارثية للانقلاب على القيم المجتمعية من وجهة نظرك، وربما في مقدمتها مسألة التعايش؟ نحن قبل أن نتحدث عن الآثار ينبغي أن نعمل حفريات بسيطة في العقل الحوثي. نعم. والعقل الميليشياوي الذي أدار الانقلاب والذي يدير هذه الفوضى التي تعيشها اليمن. لو نقبنا قائم في هذه العقلية، هي عقلية قديمة جدا، نحن الآن نرى صور حديثة لعقلية قديمة جدا. هذه العقلية تخلصت من الآخر، هذه العقلية ترى أنه لابد ما تتطهر الجغرافيا التي تعيش فيها من الآخر، كائن من كان الآخر، حتى تصل إلى مرحلة من المراحل أنها تخلص من ذواتها المختلفة معها يسيرا. اليمن عبد الله بن حمزة الذي كان في يوم من الأيام أحد أئمة الزيدية في اليمن الهادوية، الزيدية الهادوية، تخلص من الفرقة الزيدية المطرفية وقاتل منهم الآلاف لأنهم خالفوا في 3 مسائل تقريبا أو 4 مسائل، كان أهم مسألة من الحكم في عموم الأمة وليس في البطنين.
هذا نموذج فقط، ولذلك هم الآن لا يلحظون آثار ومآلات هذه الكوارث التي يقترفونها يوما وراء يوم. لأنه يعني لنفترض فرضية معينة بسيطة جدا، ولو سلمنا لهم الآن اليمن وترك لهم الحبل الغائب وحكم اليمن، لن يتوقف سلسلة الحروب، ستقوم الحروب بين الأسر هذه نفسها، وكل أسرة تحس وتزعم وتعتقد من داخلها أنها أفضل من الأسرة الأخرى. فإذا ما سيطرت أسرة واحدة فقط ستقوم حروب أخرى بين أبناء الأب الواحد وبين الأشقاء وبين أبناء العمومة، وهذا شاهدناه في طيلة حكمهم منذ أن دخلوا في عام 283 هجرية من يوم ما دخل الإمام الهادي إلى صعدة، لأن الفكرة نفسها تنتج، هي مولدة خطأ ومولدة حروب مستمرة. نعم، إذا أستاذ كمال برأيك، نعم برأيك يعني كيف بالإمكان الحفاظ على التماسك المجتمعي والحفاظ على أهم قيمة فيه وهي مسألة التعايش والقبول بالآخر؟ لا بد ما نعمق فكرة المواطنة بين أذهان الناس جميعا، لا بد ما تكون ولاية الأمة للأمة جميعا، هذه الولاية العامة السياسية لا ينبغي أن تكون لأسرة ولا لفئة ولا حتى للثوريين أنفسهم، هؤلاء الذين قاموا بالثورة من أجل إعادة السلطة من الأقلية العسكرية والأقلية القبلية والأقلية الإثنية والأقلية السلالية، ويعاد السلطة إلى عموم الشعب، لنتفق جميعا على أن الشعب يختار من يحكمه ويراقب من يحكمه ويعزل من يحكمه متى ما شاء بوسائل سلمية وبوسائل ديمقراطية. إذا ما اقتنعت الغالبية بهذا المعنى وهذا الذي تحرك من أجله الشعب وهذا الذي قامت من أجله الثورات القديمة، ثورة 48 وثورة 62، ولا زال مسلسل الثورات، النزاع القائم في تاريخنا اليمني المعاصر هو حول هل يحكم الأغلبية أم الأقلية، وأقصد بالأغلبية عموم الشعب كلهم أم أقلية. يعني تتحدث عن المواطنة السياسية أستاذ كمال، يعني هل تجد أنها هي المدخل الحقيقي لكل هذه الإشكاليات؟ نعم، المدخل أننا نقول للناس أنكم سواسية، نقول للناس أنكم أبناء أب واحد كلكم لآدم وآدم من تراب، هذا المدخل. المدخل الأساسي أن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى هنا بالمفهوم العام الأقرب خدمة الأقرب بخدمة الناس، الأولاد الناس عيار الله أحبهم إلى الله أخذ يعني أكثرهم خدمة له وكذا، هذا هو المدخل الأساسي، أننا نقنع الناس أنكم سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بقدر ما تخدم مجتمعك وما تخدم وطنك وما تخدم أبناء شعبك، هذا هو المدخل الأساسي، أن يخرج الناس كلهم سواسية. أما أن تأتي لي طب هذه السواسية هل يعني على أي أساس ستكون قائمة أستاذ كمال؟ يعني كان ينبغي أن تداب كل النزعات في بوتقة مواطنة واحدة يعيش الجميع. هذه المساواة أستاذ كمال إن سمحت لي، يعني تحدث الدكتور معن عن أن هذه المواطنة لا تأتي إلا من خلال قوانين تسن تعطي الناس حقوقهم بالتساوي، تحاسب الجميع بالمستوى ذاته، يعني هل هذا ما تعني؟ القوانين تأتي في مرحلة متأخرة، هناك مسألة ما قبل القانون، مسألة صناعة عقلية، صناعة الذهنية الجمعية للبشر. ما هي المشكلة الأساسية عندنا في اليمن وفي الوطن العربي على بشكل عموم؟ المشكلة الأساسية أن هناك صراع ما بين أقليات تتشكل كل يوم بلون جديد، سواء أقلية سياسية، عسكرية، إثنية، سلالية. أنا أعيد وأكرر هذا الموضوع حتى ننزل إلى جذر الإشكالية التي نعانيها في الوطن العربي بعمومه وفي اليمن على وجه الخصوص. الإشكالية أن نريد قناعة شعبية عارمة مستعدة أن تضحي، مستعدة أن تموت، مستعدة أن تقاتل من أجل تنتزع الحكم وتنتزع السيادة من أقليات وتعيده للشعب. نعم. يعني طيب يعني هل تجد أن المقاومة أظهرت مثل هذا التماسك الشعبي والاجتماعي، يعني والذي ربما يكون هو كفيل لمنع انزلاق البلد إلى هاوية التشظي والانقسام؟ شباب الثورة وشباب المقاومة أظهروا من أول يوم هذه المسألة وقالوا لابد أن الحكم يكون ملكا للشعب، ونحن ثورنا من أجل الشعب، ونحن نريد أن ننتزع الحكم من هذه الأقلية الأسرية الضيقة أسرة عفتاش، من أجل ماذا؟ من أجل نعيد الحكم إلى الشعب. هذه المسألة كانت واضحة جدا أمام الثوار. طيب اسمح لي أستاذ اسمح لي فقط أنقل فكرتك السابقة التي أن القوانين تأتي في مرحلة متأخرة للدكتور معن. دكتور معن، يعني ربما سمعت لحديث ضيفي الأستاذ كمال القطوي، يعني هو يقول أن القوانين تأتي في مرحلة متأخرة من يعني صناعة الوعي، ويجد أنه لابد يعني بداية صناعة العقل والوعي في ذهنية الناس ثم الانتقال إلى صنع هذه القوانين، هل تتفق معه؟
أنا أتفق أن القوانين تأتي طبعا في مرحلة لاحقة. المسألة ليست في القوانين، المسألة في طبيعة الدولة التي يناضل الناس لأجلها، في طبيعة النظام. نعم. وينبغي أن نميز بين مسألتين، كيف يتم بناء دولة ما أو نظام ما، وكيف يشتغل هذا النظام. لأن البعض يعتقد أنه مثلا الدولة الديمقراطية هي التي تنشأ بالتوافق ويعني بناء على أدوات ديمقراطية، طبعا هذا غير صحيح. هناك دول ديمقراطية أنشأت بالحرب الأهلية وأنشأت بالثورة وأنشأت بالتمرد، وفرضت دولة تمثل مصالح اجتماعية لأغلبية، وبالتالي أصبحت دولة ديمقراطية ووضعت قوانين على هذا الأساس. وبالتالي بالفعل القوانين تأتي في الواقع لتقعد ولتنظم حالة موجودة. هذه المسألة أيضا موجودة في موضوع الحرية. الذين ذاقوا ذرعا باليسار بعد الثورات العربية بالمظاهرات والاحتجاجات ويريدون تنظيمها قبل أن تبدأ، المجتمع لا يعرف الحرية، كيف ستنظم فيه الحرية؟ نعم. ينبغي أن توجد الحرية في المجتمع، وبالتالي توضع الأنظمة التي يتفاهم عليها الناس والمواطنين لتنظيم هذه أشكال التعبير عن الحرية. طيب هل أما تعتقد أن أما 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 أن نفترض اشتراطات من البداية، وبالتالي هي فكرة حتى المواطنة ليست بمضمون واحد. المسألة تتعلق بكل مجتمع ومستوى تطوره الاجتماعي، وتتعلق بثقافته أيضا المحلية، لكن أساسها طبعا هي المساواة والحرية والكرامة الإنسانية وحرية الضمير. طيب دكتور، هل تعتقد أن المجتمع اليمني قادر على يعني بجميع أطيافه على تجاوز هذا الانزلاق ربما أو الفخ الذي نصب له في مسألة التعايش وفي مسألة أيضا يعني أخذ حقوق الناس ب يعني مسألة السيادة والأفضلية وهذه النغمة المكرورة والتي تحاول الميليشيا دوما جر الناس إليه؟ والله أنا قناعتي أن المجتمع اليمني حتى في العصور القديمة وحتى في أسوأ الظروف كان يمتلك وعيا حادا له علاقة بالمساواة وبالحرية. وأتصور أنه هذا التاريخ الطويل من الصراعات في اليمن سبب لا يعود فقط إلى ضعف موارد تسمح بتكوين سلطة مركزية، ولكنه يعود أن اليمنيين تاريخيا كان لديهم وعي حاد بالحرية. نعم. أكثر من طلب الاستقلال لم يكونوا يقبلون أن يذلوا أو أن يعاملوا كعبيد، وهذا أمر راسخ في الواقع الحال في العلاقة حتى مع الإمبراطوريات الكبرى. نعم. إذا يضعف هذا الإحساس في الواقع للتوق للاستقلال والحرية والكرامة أحيانا هذه الأنظمة المتخلفة والتي فرقت ومزقت بين اليمنيين وحاولت أن تبني مراتب مختلفة من المواطنة، لدرجة أنها بالفعل في لحظات معينة يبدو المواطن اليمني العادي حتى غير حساس في التعامل مع القوى الأجنبية، لأنه يرى في الواقع بهذه القوى المحلية المتخلفة أنها حتى أسوأ من القوى الأجنبية. هذا حقيقة تاريخية علينا أن نناقش تاريخنا بشجاعة وبمصداقية، لكني أنا متأكد، وطبعا المسألة لا ليست يعني قناعة ذاتية، المسألة تتعلق بالسياق العام للتاريخ اليمني المعاصر. الشعب اليمني الذي كان أول شعب تقريبا تحرر من مجموعة الشعوب العربية والإسلامية في عام 1918 في الشمال على الأقل، وكان من أوائل الشعوب التي حملت السلاح ضد الاستعمار البريطاني، واستطاع أن يسقط أول نظام ملكي ونظام وراثي في الجزيرة العربية، والذين واستمر في القتال ضد عيوب الجمهورية اللاحقة سواء بشكل مسلح في الشمال أو حتى في الجنوب. ليس لدي أي شك أنه سوف يقاوم هذه الجائحة الحوثية الصالحية، وأنه ليس لها أي آفاق، هي سوف تدمر وسوف تخرب، وللأسف أنها تبذر كثير من الأحقاد ومن الجراح في المجتمع اليمني، لكن أنا لا أتصور أن لديها أي أفق للنظام دولة سلطانية قائمة على تمييز المرتبة بين المواطنين. نعم، سأعود إليك دكتور معنو، لكن عودة إليك أستاذ كمال، برأيك هل تجاوز المجتمع اليمني فخ الانقسام ولا تعايش، أم أن هناك ما زال وجود مهددات قائمة؟ أنا أعتقد والله أعلم أن الظاهرة الحوثية في هذه المرحلة ظاهرة استثنائية. غالبية المجتمع اليمني وبالذات نحن الآن نجني ثمار ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. الذي حدث بعد ثورة 26 سبتمبر وبالذات من خلال مناهج التعليم أنه بنيت عقلية موحدة للجيل اليمني. هذه العقلية نحن الآن نجني ثمارها. هناك استثناءات، مناطق لم تصلها التعليم،
مناطق كانت بعيدة عن هذا الأصل العام وهذا التعليم العام. فهنا استطاع الحوثي أن يفرق ويبيض أفكاره القديمة وأفكاره الدخيلة على هذا المجتمع. ولذلك عندي أمل كبير جدا أنه نحن أقرب بمجتمعنا بمجتمعنا العام، نحن أقرب إلى التعايش وأقرب نعم. إلى إذن بهذا الأمل نعم أختم معك أستاذ كمال القطوي النشط الشبابي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة لك دكتور معن، برأيك ما هي المعيقات لوجود مواطنة حقيقية كضامنة للتعايش في المجتمع اليمني من وجهة نظرك؟ طبعا العائق الذاتي يعني عدم قدرة القوى الشعبية اليمنية على إنجاز تنظيمها المستقل، تنظيمها السياسي روافعه المدنية، وبقاء القوى التقليدية في مراكز الهيمنة في الواقع داخل الدولة، داخل الأحزاب وداخل النقابات، وحتى في الواقع داخل المقاومة. لأنه مسألة بناء الدولة المطلوبة ومسألة تحديث المجتمع هي قضية صراعية، وهي كما تحقق مصالح الأغلبية الشعبية كما تنال من مصالح وامتيازات أقليات مزعومة. وبالتالي أنا أرى أنه الحديث الدقيق والصريح مع النفس ومع الآخرين حول الفروقات والتمايزات بين المشاريع السياسية والاجتماعية بما فيها داخل معسكر الثورة وبما فيها داخل معسكر المقاومة، بين من يريد فقط أن يكف يد الجائحة الحوثية الصالحية وبين من يريد أن يبني يمن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ينبغي أن يكون واضحا. ليس هنالك أي إمكانية لتضليل الناس وأن نعيش التجارب مرتين وثلاث وأربع. وأنا أتصور أنه حجم اتساع ثورة فبراير والتوسع الذي نشاهده كل يوم في حركة المقاومة الشعبية سوف يجعل إمكانية العودة التي في الواقع للأسف توسعت حتى عند الفئات الشعبية وغيره للعودة إلى مرحلة ما قبل ثورة فبراير والاستقرار بأي ثمن، وتلك الأوضاع التي كانت مليئة للأسف الشديد بالعفن وبالاستغلال ولكن دون حرب، هذا الأمر ينبغي أن يتجاوزه الناس وسيتجاوزونه. الناس ذهبوا في ثورة وقدموا تضحيات من أجل بناء دولة الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والعدل والمواطنة. إذن شكرا جزيلا لك دكتور معن دماج، مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من تونس. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لنا، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.